دي ايام ما كنت عايشه مع هيثم يوسف في الشقه القديمه، اياميها كان في راحه بال. خلاص بقى ما تعدي يومك ده على خير. انت سيب رقبتك في ايدي وما تقلقش خالص. انا مش هسيب اللي عمل كده. انتحر؟ انتحر ازاي؟ انا عايز 10 بواكي. وين حطها كت وابني؟ انا ارجل منك ومن اللي خلفوه. ده انا اقل سواق ميكروباص عندي في روما. خلاص يا علي بقى خلاص. يعني ما منوش قلق يا زين؟ انا هظبطه. نزلوها بهايم. طلع يا عم مش قالك نزله. عمرو يوسف درة. ايه ظرف اسود حصريا على تن تي في.